اذا خلينا راح محل راح نخلي هاي الفكره تذكروها اللي بالاحمر انه الكباستر ضخم جدا حتى يسمح لي ايش افترض انه في اوت كونستانت. هلا نيجي نطلع على الدائره. خلينا افترض اول شيء انه الديوتي سايكل الان 50%، فراح افترض الان انه انا بشكل السويتش وبفتحه لمده 50% فتي اون مساوي لتي اوف. فخلينا نشغل السويتش نشغله ل 50% ونطفيه لمده 50%. وخلينا نطلع الان وراح افترض هلا اكذا افتراض، راح افترض انه الكارنت بضل كونتينيوس ماشي في الاندكتر، وهذا طبعا بده حسابات معينه، بس راح افترض الكارنت كونتينيوس وفرضت انه سي عالي جدا بحيث انه في اوت كون. فاحنا فرضنا انه هذه هون كونستانت، في اس طبعا قيمتها كقيمه كونستانت بس بتعتمد على الفتح والتسكير، وراح افترض انه الكارنت كونتينيوس في الاندكتر، ما في ديسكونتينيوس كارنت، يعني ما راح يوقف الكارنت ينزل لزيرو ويرجع مره ثانيه. خلينا نشوف شو بصير لما في اس شغاله، لما السويتش هذا مسكر ايش عندي هون؟ في اس، ايش لازم يصير بهذا الدايود؟ اوبن سيركت اوف، اوكي. اذا هذا الدايود كانه مش موجود من هون، قديش الفولتج هون احنا فرضنا؟ هذا نفسه اللي هو هذا اللي هو مين؟ في اوت. اذا في اوت كونستنت وانا حطيت ايش هون؟ في اس، شو صار عبر الاندكتر هذا؟ قديش الفولتج هون؟ في اوت. قديش الفولتج هون؟ في اس. كي في ال شو ضل لي بكي في ال؟ في اس ماينس في اوت. اذا الفولتج عبر الاندكتر، وطبعا تذكر دائما الكونفنشن هي في ال اوف تي في اس ماينس في اوت هي الفولتج عبر الاندكتر، مش هيك؟ اذا في ال اوف تي بيساوي في اس ماينس في اوت. اوكي، واحنا عارفين انه في اس اعلى من في اوت، فراح تكون هذه بوزيتيف، مش هيك؟ اذا ايش راح يصير الكرنت الان اللي في الاندكتر؟ راح يبدا يزيد، لا السلوب تبعه كونستنت. اذا هذا بيساوي ال دي اي ال على دي تي. اذا هذا بوزيتيف او هذا عم بزيد عندي هون فهذا راح يزيد. هلا هذا راح يصير عندي الان زياده في الكرنت، مزبوط؟ هلا اطلعوا على شيء عماله بزيد مع الوقت وانا عارف السلوب تبعه وعارف الفتره الزمنيه اللي خليته يزيد فيها، ايش بقدر احسب؟ القيم تبعته الزياده، مش هيك؟ احنا الكرنت الان عماله بزيد، مش هيك؟ وهذا السلوب احنا عارفينه. السلوب شو بيساوي؟ دي اي على دي تي شو بيساوي؟ دلتا واي على دلتا اكس. اذا دي اي اوف ال على دي تي بيساوي بالحاله هاي راح يساوي في في اس ماينس في اوت على مين؟ على اوكي ماشي. هذا كونستنت وهذا كونستنت وهذا كونستنت، لما بقسم هذول راح يعطيني كونستنت دي اي على دي تي، اذا هذا راح يزيد كونستنت كونتينيوسلي مع الكار. بس انا قديش راح اسكر السويتش؟ الفتره الزمنيه راح اسكر فيها السويتش 5 واي ايش سميناها؟ تي اون، مش هيك؟ نفترض هذه تي اون وافترض هذه تي اوف، كلها ايش سميناها زي ما كنا نعمل في دبليو ام؟ اوكي؟ اذا انا راح اشغله لفتره هاي، او اذا بدك هاي عبر عنها بالديوتي سايكل مضروبه في كابيتال تي، مش هي نفسها؟ تي اون بتساوي الديوتي سايكل مضروبه في كابيتال تي، مضبوط؟ وتي اوف شو بتساوي؟ واحد ناقص دي سي مضروبه في كابيتال تي، مضبوط؟ اذا انا راح اسكر هذا السويتش لفتره زمنيه مقدارها تي اون، والزياده في الكرنت من قيمته الاصليه للقيمه الجديده راح تكون حسب هذا السلوب، مضبوط؟ اذا انا عندي السلوب وعندي الفتره الزمنيه، ايش بقدر اطلع؟ دلتا اي، مش هيك؟ دلتا اي while the switch is closed. مضبوط الكل فاهم هاي؟ كالكلس بيسك كالكلس اخذتوها مثلث، عندي هاي الزمن وعندي الريت اوف تشينج. اذا ضربت الزمن في الريت اوف تشينج شو بعطيني؟ التغير، مش هيك؟ اذا دلتا اي تبعت ال كلوزد بتساوي في اس ماينس في او على ال، هذا هو الريت اوف تشينج، مضبوط؟ ايش بدي اضربه حتى اطلع الاكتشوال تشينج في الزمن اللي هي تي اون، او تي اون هي نفسها دي سي في كابيتال تي. الكل فاهم هاي مضبوط؟ طيب فتحت السويتش الان راح يصير في عندي نقصان في الهاي، شو ايش الفولتج هلا اللي عبر في ال؟ لاحظوا لما فتحت السويتش من هون في عندي كرنت ماشي هون، مضبوط؟ وين الباث لازم يجي للكرنت حتى يقدر يكمل الان؟ لازم ايش يصير في الدايود؟ طب بيقدر الدايود يشتغل مش بده فولتج؟ تنعكس البولاريتي، تنعكس البولاريتي. هلا بصير عندي الان عندي الفولتج الان هون، الفولتج اللي موجود صار هذا الفولتج ايش هو؟ الفي اوت. طلعوا على في اوت الان ايش صار عندي الفولتج عبر الاندكتر لو فرضت ايديال دايود؟ طبعا ايش هو الدايود ما راح يكون، بس هو الدايود ايش الفولتج عبره لو كان ايديال؟ زيرو. اذا عندي V
V out هيو، لاحظ V out positive هون و negative هون. إيش صار عندي؟ نفسه هو مش هيك؟ إذا لكن بدنا ننتبه على شغلة، V out إشارته بالنسبة لهذا معكوسة مزبوط، لأنه V out وين البوزيتيف تبعه؟ هيو والنيجاتيف تبعه. فصار عندي الآن V L of T بيساوي minus V out. مزبوط؟ الكل واضحة هاي بالنسبة له؟ في غلط، في اختلاف في الإشارة صار. عكس الإشارة، لأنه V out إشارته معكوسة على هذا من هون. إذا وطبعا هذا منطق، لأنه شو راح يصير الآن بالكرنت؟ راح يعمل ديكي مش هيك؟ الكرنت راح يطلع وراح ينزل، راح يطلع وراح ينزل، ولما بوصل ستيدي ستيت الزيادة شو بدها تساوي؟ نقصان، يعني الكرنت الآن في الاندكتر راح يصير يعمل هيك وهيك، إذا الديوتي سايكل ما كانت 50%. إذا الديوتي سايكل كانت 50% شو راح يصير الكرنت يعمل في الاندكتر؟ اوكي ماشي واضح؟ كل فاهم هاي؟ لما تصير 50% راح تصير الزيادة في الكرنت مساوي، لما بوصل ستيدي ستيت في النهاية. إذا الزيادة ما كانت مساوية للنقصان شو راح يصير بالكرنت الأفرج كرنت تبع الاندكتر؟ يزيد راح يزيد مش هيك؟ يعني لو أنت بيجيك كل شهر 50 دينار وبتصرف منهم 30 دينار، بيجيك 50 وبتصرف 30، حسابك في البنك شو راح يصير فيه؟ يزيد راح يزيد. بس لو أنت كل شهر بيجيك 50 وبتصرف 50 شو بيصير بحسابك في البنك؟ بضل زي ما هو، مش شرط صفر، ما بنعرفش، يمكن عندك كان 1000 دينار بالحساب، احنا مش هذا اللي بيهمنا، بيهمنا التغير. إذا الزيادة الشهرية بتساوي النقصان الشهري شو راح يصير بالأفرج تبعك؟ ما راح يتغير. فاحنا هون لما نوصل ستيدي ستيت الزياده شو بتساوي؟ نقصان. اذا راح يصير عندي دلتا اي while the switch is closed زائد دلتا اي while the switch is open بيساوي زيرو. طبعا هون راح يكون في اشاره التغير خلال الفتره هاي زائد التغير خلال الفتره هاي راح يساوي زيرو حتى يضل ستيدي ستيت كونديشنز. مزبوط. اذا خلينا نطلع على الفتره هاي، الفتره هذه عندي هون في ال اوف تي بيساوي ماينس في او مش هيك؟ بس في ال اوف تي شو بيساوي؟ ال DIL of T على DT. إذا DI of L DT DI of L as a function of T DT بتساوي minus VO على L. مظبوط؟ واضح؟ مظبوط؟ التغير بصير عندي هون بده يصير ينزل القيمة الهاي لأنها هون نيجاتيف فبده يصير في ديكي خلال الفترة هاي. طيب أنا الكرنت عماله بنزل بهذا الريت لفترة قديش؟ لفترة زمنية مقدارها قديش؟ تي اوف. تي اوف مش هيك؟ وتي اوف شو بتساوي؟ تي اوف واحد. إذا بدي أحسب هذا التغير، إذا دلتا اي اوبن شو بدها تساوي؟ بتساوي الريت اوف تشينج مضروب في الزمن، مضبوط؟ الريت اوف تشينج شو قيمته؟ ماينس في او على ال، هذا الآن في ايش مضروب؟ في واحد ناقص في واحد ماينس دي سي بيرسنت في تي. هل هذول الاثنين ايش لازم يكونوا؟ متساويين كماجنتيود، او اذا جمعتهم لازم اعطوني زيرو. هذا زائد هذا لازم يساوي زيرو عشان اوصل ستيدي ستيت كونديشنز. اذا راح اخلي المعادلتين هذول هلا هون وراح امحي بقيه الاشياء. ناخذ اذا هلا هذول، احنا عمالنا بنقول الان دلتا اي سي زائد دلتا اي اوبن، طبعا هذه هون ات ستيدي ستيت. أول ما بشغل السيستم ما راح يكون هذا صحيح، في البداية أول ما بشغل الجهاز راح نقول الكرنت في البداية زيرو مش هيك؟ راح يبدأ يزيد الأفرج تبعه، بعدين في النهاية ات ستيدي ستيت راح تتحقق هذا الشرط اللي هو هيك؟ هلا ناخذ هذول القيم عندي في اس ماينس في او على ال في دي سي بيرسنت تي ناقص في او على ال 1 ماينس دي سي بيرسنت تي بيساوي زيرو. ايش في اشياء بقدر اشطبها مباشره؟ عندي ال مشتركه والتي مشتركه مش هيك؟ مزبوط. اذا بقدر اتخلص من التي وبقدر اتخلص من ال. خلينا نشوف الان شو بصير عندنا. بصير عندي هلا في اس دي سي بيرسنت ماينس في او دي سي بيرسنت ماينس في او بلس في او دي سي بيرسنت بيساوي زيرو. في او دي سي بيرسنت وفي او شو صار عندي؟ في اوت بيساوي انه الفي اوت على الجهه الثانيه في اوت بيساوي في اس شو يعني؟ ديوتي سايكل اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ اقل من اذا في اوت اقل من في اس ولا اكبر من في اس؟ اقل من اس. اذا الاستراتيجيه تبعتي شو هي الان؟ بدي اصير اسكر السويتش هذا وافتحه، نسبه الفتح للفتره الكليه هي قديش بدي الاوتبوت فولتج يكون نسبته من في اس؟ فاذا بدي اياه يكون نص، يعني انا مدخل 12 فولت من هون وبدي 6 فولت، ايش راح تكون الديوتي سايكل؟ 50%. طب واللوسز وين راح تروح اللوسز؟ ما في اذا هدول ايديال كومبوننتس ما في لوسز.
طبعا هم مش راح يكونوا ايديال. ايش الاشياء راح تسبب لي نون ايديال كونديشنز؟ عندي الدايود في عليه فولتج دروب راح يصير هون، وبعدين ايش كمان عندي؟ هذا نفسه راح يكون في شويه ريزيستنس، ما راح اقدر اجيب سيليك اندكتنس قد ما جبته خميل وهذا الا يكون في شويه ريزيستنس، هاي راح تؤدي للوسز. بس هاي اللوسز اقل بكثير من ايش؟ من لو انا عملت ريزيستنس او حطيت فولتج ريجليتر او يكون الحم فيها اعلى بكثير، لانه وهذا هو مبدا السويتش مود باور سبلايز. السويتش مود باور سبلايز اللي بيعملوا دروبينج داون للفولتج مبداهم كله مبني على هذا الاساس، وهي استراتيجيه تبعتي. هلا طبعا هذا ما راح يكون كمان 100% عالي جدا الا يصير في عندي ريبل في الاوتبوت. فالاوتبوت راح الاقي انه كل ما كبرت سي طبعا راح تخف هذا الريبل الا يطلع عندي شويه ريبل من هون. كل ما بكبر سي واحتمال كل ما زدت الديوتي سايكل كمان، عفوا مش الديوتي سايكل، السويتشنج فريكوانسي، مش انا بقدر ارفع السويتشنج فريكوانسي من هون؟ مزبوط بقدر ولا لا؟ انا ايش اللي بحدد لي الاوتبوت والانبوت شو هو؟ ديوتي سايكل. بس انا بقدر ارفع السويتشنج فريكوانسي بدون ما اغير الديوتي سايكل؟ بقدر، لانه انا ممكن اعمل هاي 50% مش هيك؟ وكمان هاي 50%، مش هذول التنتين لهم نفس الديوتي سايكل اذا عملت الاون والاوف متساويين؟ بس مين الكارير فريكونسي تبعته اعلى؟ هذا، وهذا لانه الكارير فريكونسي تبعته اعلى راح يصير الريبل عندي اقل. اخر شيء لو كانت الديوتي سايكل 50% شو راح يكون الكرنت شكله؟ زي هيك. لو كانت الديوتي سايكل الان اكبر من 50% راح يصير في عندي هذا هون ارتفاع وهون انخفاض، هون ارتفاع وهون انخفاض. ولو كانت عندي اقل من 50% حيصير في عندي اسيمتري بالهاي. هاي بطلت الترينجولر ويف فورم، هاي الوحيده الترينجولر ويف فورم صحيح لما كانت الديوتي سايكل 50%، لكن هون راح اوصل ستيت ستيت. مش التغير الزياده مساوي للنقصان، بس السلوب اختلف مع الزمن، السلوب اختلف بس الزياده مساوي للنقصان. فهاي المعادله ستيت ستيت راح تضلها صحيحه. اقل من 50% كيف الاندكتر